ايفنت المنصوره. طبعا ايفنت المنصوره وانا وعدتكم المره اللي فاتت ان اعمل لكم ايفنت كبير. فدي حلقه تعارف، هنعدي عليك واحد واحد وانت هتمسك المايك هتقول انت مثلا يعني ابتديت معانا وما خسيتش لسه، ما ابتديتش لسه، لسه بتفكر، دخل حاجز مكان كده، يعني اي حاجه يعني. تمام؟ هتقول هدفك ان انت حضرت ليه بس. تمام؟ عشان لما تشوف الفيديو بعد كده ولما ربنا يكرمك كده وتخس تقول ايه ده انا كنت اهو. ماشي؟ يلا نبتدي بقى حلقه التعارف ونبتدي واحد واحد كده. اتفضل سلم اللي بعديه. السلام عليكم، انا اسمي عادل سعيد، خسيت الحمد لله رب العالمين، خسيت 18 كيلو. ولما عرفت ان الايفنت في المنصوره فقلت لازم اجي افرح ناس المنصوره كلهم، لان ناس المنصوره هم اكتر ناس ظاهرين في الصوره. هوبا، ناس المنصوره اكتر ناس ظاهرين في الصوره. تحيه للمنصوره. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك انت مش واقفه في اذاعه مدرسيه. اسمي سلمى. ثبتي المايك واتكلمي كلمتين. ايوه، اسمي سلمى محمد نوح، انا ابتديت من شهر 11 وخسيت 22 كيلو. كم؟ 22 كيلو. كل ده بعد ثابته. ماشي. انا اسمي نايد هاني احمد محمد الخولي من المنصوره، وماما هي اللي متابعه الصفحه بقى. دي مشجع لماما. فين ماما؟ ماما ايه؟ بترد يا ماما؟ طب كده المايك تمام. ماما بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي سحر. علي صوتك. ابتديت مع بدايه الصفحه مع حضرتك وكنت 117، بقيت 93 94 بين الاثنين. 117 بكام؟ 93 94. 93. ماشي. حاضر. مع ماما برضه. السلام عليكم. بسم الله. اسمي عصام الطنطاوي من دمياط. بدأت مع الصفحة من 6 شهور، كان وزني 140 كيلو، دلوقتي 110، ومكمل إن شاء الله لغاية ما أوصل 80 ولا حاجة. 140 و110، 30 كيلو هنا يا جماعة. وجيت عشان أتعرف عليكم لأن كان نفسي أجي أي إيفنت، وده أقرب مكان ليا المنصورة. أنت طبعا أهو البادج بتاعك بيقول أنت بطل. يلا. انا محمد حسن، بدات يوم ابو شوال، بدات يوم 17/9/2017 من 121. انا دلوقتي 77 كيلو ونص بالظبط. 121 ل 87 كيلو. 77 يا باشمهندس. 77 كم كيلو؟ حوالي 43 ونص كده، و 44. 43 كيلو. السلام عليكم، انا جاي اشجع، بس جاي الهدف من الزياره بتاعتي، انا جاي اشجع مشرف الصفحه باشمهندس باشمهندس مصطفى واستاذ محمد والاستاذ محمد ازمازي والاستاذ حسام وشيكو والناس المحترمه بتوع الصفحه كلهم. ربنا يخليك. السلام عليكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. انا مدام سهى من العيله بقى. ايوه بالظبط كده. نصور رساله الصباح ما تقلقيش. ان شاء الله باذن الله. انا كنت 110 بقيت 87، وبدا من اول مسابقه الرشاق سعاده، ومعايا طبعا ماما وبابا وعمتي والعيله كلها. اتكلم عننا بقى احنا بقى. ماشي ماشي. ادي البابا 110 87. شجعوني. طيب حاجه لازم تتكلم، لازم تتكلم. انا عشان بركاني. يلا. احنا انا متشكر جدا لمجهوداتك، انت راجل محترم وكل الناس بتحبك والله العظيم. وانا يعني العيله دي اتعملت 100 نظام، ما خسرش الا على النظام بتاعك. والله عملوا 100 نظام وراحوا لدكاتره كتير وخدوا مش عارف حبوب ولم ويزيدوا بعد كده يزيدوا وما يخسوش. اول نظام يخسوا عليه هو النظام بتاعك يا باشمهندس. هم بقى اللي شجعوني، هم اللي شجعوني بقى. انا كنت 120 كيلو، دلوقتي 101 ونص. الحمد لله. 120 كيلو. من ايه؟ من حوالي. حضرتك عندك كام سنه؟ انا عندي بس عشان الناس دي. 35 58 57 سنه. تمام. الحاجه اصغر مني بسنتين. لا الحاجه كان خسر كام كيلو؟ انا كانت 20. كنت 135 وصلت الوقت 108. 135. وصلت 108. 108 108 حوالي بتاع 30 كيلو برضه. بقى لنا 3 شهور. الحمد لله بقى لنا 3 شهور. احنا ماشيين معاك يعني لسه جديد يعني، والحمد لله يعني لك الشكر يعني. احنا كنا بنطحن طحن جامد قوي.
كنا بنضحك نضحك. وفرنا زيت وفرنا رز والله وفرنا كل حاجه. القعده دي تبعنا القعده مش عايزه تجري. كنت بتقول لهم كشره دي نازل فين؟ تعالى هتيجي سمر بنتي يعني كمان تمام. هي دي تبع الكات مش كشره تبع العيله برضه ولا انا سمر. انا كنت 150 كيلو. بدايتي كانت مع مسابقه رشاقه سعاده والحمد لله نزلت حاليا دلوقتي 130 من اول مسابقه رشاقه سعاده من 150 ل 130 احنا فرحناكي كده عادي زي ما يكون الحال من بعضه. واحنا بنشكرك يا استاذ مصطفى على المجهود اللي انت بتعمله حضرتك معانا والله ربنا يجازيك خير. والله يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتك والله العظيم. احنا اصلا بتوع حلويات يا باشمهندس على فكره حلويات وفطير وحاجات يعني اللي وراكم. طيب انا هبه خسيت من 98 ل 86 كانت بدايتي مع مسابقه الرشاقه السعاده من 20/1 من 98 ل 86 من 98 ل 86 صورني منه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي صابرين فؤاد وبدات معاكم مسابقه 28 يوم لنسف الدهون ونزلت من 90 كيلو ل 85 كيلو مكمله ان شاء الله. وجاي عشان اتشجع بيكم ومبسوطه قوي ان انا معاكم يا باشمهندس واختي معايا وجوزي واولادي. 7 كيلو بس وعايزه اجيب بقيه العيله بس محبطين شويه. كل ما اهبط هي تشجعني تتفرج على الصفحه تيجي تلخبط ولا لا. حتى ما كناش نعرف انتوا جايين هنا فهي قالت لهم جايين لو جوه. انا جوزي كل يوم يجي يسال هتيجوا ولا لا يقولوا لا مفيش حد جاي. كنا بنسال بزعل قوي بساعه ما شفت التجهيزات بتاعت بالليل يوم الجمعه. احنا قلنا يوم الجمعه اللي جاي. لا احنا عارفين بقى لنا 10 ايام ما كانش عندهم فكره حضرتك جاي خالص. المدير بيقول المدير مخصمه مش عارف على الجوال. ومبسوطين قوي ان احنا جينا شفنا حضرتك النهارده. عايزه ولا ماشي على اليوتيوب؟ لا يلا بس انا قربي المايك. بدات من امتى؟ انا بدات بقى لي 6 شهور كان وزني 128 حاليا 95 انا مجدة. بدات مع الصفحه من مسابقه الشتاء كنت 103 وحاليا 85 ومستمره ان شاء الله. 103 85 ها. حد هنا يتكلم؟ هادي يا باشا اتفضلي يا شيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ام حفصه بدات معاكم من 94 ووصلت ل 77 ان شاء الله وهثبت بعد المسابقه ما شاء الله ما شاء الله. اقول انا بقى حفصه من كام لكام يا ام حفصه؟ من 94 ل 77 من 94 ل 77 بسم الله الرحمن الرحيم. انا ام محمد جمال من دمياط وكنت 98 وبقيت دلوقتي 92 6 كيلو بس. 98 لكام؟ من 96 96 ل 92 ل 92 92 اه 6 كيلو. طيب 6 كيلو بس في شهرين ادي الحاج. طبعا انا جاي اشكركم بنيابه عن بنتي اتحايلت عليها كتير عشان تخس ولما تابعت الاسلوب بتاعكم نزلت من 145 ل 105 صراحه. يعني انا غلبتي معاها انا ومامتها وما فيش فايده فيه الحمد لله. يعني بنته خسرت 40 كيلو الحمد لله. يلا السلام عليكم. انا بحب الصفحه جدا والله العظيم يعني وكنت كل مره اروح لدكتور وافشل لكن مع الباشمهندس مصطفى والصفحه الحمد لله كنت 130 دلوقتي بقيت 112 الحمد لله. يعني 130 118 لا استنى 18 كيلو خسيتهم والله العظيم. 18 كيلو خسيت. السلام عليكم. عصمت مصطفى كنت 148 كنت الايفنت اللي فات 128 النهارده 120 كيلو ما شاء الله. عندها ايه 28 كيلو نزول صح؟ طب ده قولي لي. السلام عليكم يا استاذ مصطفى. انا بشكر الصفحه الاول يعني انا كنت 120 بقت 100 الوقت كويس نزلت 20 20 كيلو برضه اهو. السلام عليكم استاذ مصطفى. انا تابعت الصفحه بتاعتك وان شاء الله هبدا معاك. انا وزني 95 اسمي فاطمه عبد الوهاب ان شاء الله امشي معاك ان شاء الله. مكملين معاك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ام مصعب كنت 108 نزلت 10 كيلو بقيت 98 وجاي اشجع الباشمهندس وجاي اشجع الفريق كله. لكام؟ 98 ب 98 10 كيلو يعني في شهر دي اول مسابقه لا
ال 14 يوم صغر معدتك وبعدين ال 28 يوم انا ومكمله وبنحييك يا باش مهندس. لا خلاص بقى ده اللي مشجعاني. السلام عليكم. انا اولا بشكر الصفحه على مجهوداتها جدا يعني، وبشكر المهندس مصطفى علي طبعا جدا. انا كنت وزني ثابت تماما ما كانش بينزل، واتبعت اساليب كتير جدا من الرجيم وكده، وما كانش وزني بينزل تماما. ولما اتبعت الصفحه نزلت تقريبا كده، كنت 84 نزلت 75 ان شاء الله، يعني 9 كيلو ما شاء الله. مبروك. انا جوز الست دي ودي بنتي، وانا جد البنت دي، واتشرف ان انا ارفع عليك دعوه قضائيه لسببين رئيسيين. اول سبب انني خريج تربيه رياضيه قبل الماجستير في القانون الدولي، وحاولت معاها من 92 لغايه دلوقتي على اساس ان احنا نخصص او نعمل برنامج غذائي، ما تمش الاستجابه الا الوضع ده الى الايام دي. الدعوه الثانيه اللي ارفعها على سيادتك ان من يوم ما تابعت الصفحه وانا ما عدتش بعرف اتلم عليه لا هي ولا البنتين، فانا ان شاء الله ارفع دعوه قضائيه يعني على حضرتك عشان الوقت اللي مهدر امام الصفحه، وان حضرتك خدت منا كل وقتنا ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا باشمهندس. السلام عليكم. نحيي حضرتك يا باشمهندس، حضرتك والجروب. انا بادئه بقالي 5 اسابيع بس، نزلت فيهم 4 كيلو. بدات بنظام تصغير المعده، نزلت 4 كيلو بس هيسقفوا لي برضو يعني. 4 كيلو هنا سقفي. ايوه. وبنتي بدات برضو معايا في النظام. بشكر حضرتك. اللي عرفتني عن النظام والدتي، هي مريضه غده درقيه، بس النظام الوحيد اللي جسمها استجاب معايا الحمد لله يعني. ماما ولا يجيلك. طب بنتي هتتكلم. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ انا بشكر حضرتك على المجهود الرائع وكل الجروب اللي عملتوه. انا كنت 45.5 وبقيت 44، ونزلت بطني كانت 77 وبقيت 70 سنت. 45.5 44. انتوا شايفين كيلو ونص فرق، بس مع الاطفال اكنه 10 كيلو بالظبط. شكرا شكرا، بيفرق جدا على فكره في الحركه والليونه وكل حاجه. بنشكر حضرتك يا باشمهندس. هي حضرتك تعالي يا ماما، هي اللي عرفتني على الصفحه على فكره. السلام عليكم. السلام عليكم يا باشمهندس. الحمد لله. انا بدات اسبوعين قبل تصغير معدة، بعدين اسبوعين تصغير معدة، وبعدين 3 اسابيع في 28 يوم. انا عندي غدة درقية بس الحمد لله نزلت كويس، واهم حاجة الحمد لله. شكرا. الحمد لله. شكرا. السلام عليكم. انا اسمي احمد علام من احمد علام من كفر الشيخ. احمد علام من كفر الشيخ. بدات في 8/1/2018، كنت 125 والحمد لله دلوقتي بقيت 104. هنا 21 كيلو يا جماعه. سقفه. ايوه سقفه. انا اسمي محمود اسامه. بدات من اول صغر معدتك من 109.5 ل 97 كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي محمد ابراهيم، كنت 120.5 دلوقتي 78.5. اولا ربنا يجازيكم كل خير يا رب على المجهود اللي بتعملوه معانا. وانا بديت معاكم من اخر شهر 12 كده، كنت بادئه ب 97 دلوقتي 89. ان شاء الله. تسقيفه. والله عامله انجاز. طب شجعيهم. طيب طب روحي وراها وكلمي. على فكره هي اختي وهي اللي قايله لي على الصفحه، هي متابعاكم من زمان وما كنتش اعرفكم. اول ما دخلت كنت بتلخبط جدا، بس بعد كده استمريت معاكم. انا كنت 118 ونزلت لحد 105 برغم ان انا عندي الغده. بس كان النزول بطيء، بس يعني ايه كان في انجاز برضو لحد ما كبير يعني. كام؟ وان شاء الله لحد 105 حاليا. لسه بقى ان شاء الله من 118. طب ماشي، هنعتبر هنجيب الكاميرا عليكي وهي اللي بتتكلم. محدش شايف بوقك بقى اللي بيتكلم. هي بصراحه نفسها من زمان يعني، هي متابعه معاكم من زمان، متابعه مستمره يعني، ما بتسيبكوش. دي تعليقها على طول، عايزينها تبقى ليه زعلانه ليه؟ طيب مكسوفه منكم شويه. حد عايز يتكلم؟ السلام عليكم. انا اسمي ايمان خفاجه،
بدات معاكم من 3 4 للاسف ما بداتش من اول المسابقه. انا ما وزنتش، انا كنت 96.5 او 97، بس انا قررت ان انا مش هوزن ابدا عشان ما مرش بلحظات بقى الاحباط بتاع الناس والميزان ثابت والكلام ده، انا هركز على الشكل بس. والعشر ايام دول يعني حتى لو ما مش عدد كيلوهات كتير نزلتها، بس فرق معايا نفسي اتنظم جدا. انا كنت بنهج بس كده وانا بتكلم في الموبايل، حركتي نفسها، حسيت ان انا خفيفه. لما شربت ميه كتير وعملت عادات ما كنتش بعملها، ما كنتش باكل خضار ولا فاكهه ولا الكلام ده، اثر كمان في بشرتي. فانا مبسوطه واكمل معاكم ان شاء الله. هات الكاميرا على عمر انت هتحرك بقك شايفك بس. السلام عليكم، اسمي حنان عبد المنعم، كنت 117 الوقت 92. 117 92 يعني الحمد لله. الحاجه اللي كنت بزعل منها قوي ان كل ما اخش اي محل عايزه اجيب اشتري هدوم، كان الهدوم كل حاجه لا يا حاجه مش مقاسك، لا يا حاجه مش مقاسك، لا. كنت بتغاظ قوي من كلمه يا حاجه دي بجد. وانا كنت صغيره. الحمد لله دلوقتي بتحل عليا عشان اشتري بقى، الحمد لله بتامر عليه. ولسه ان شاء الله مكمل. السلام عليكم، انا اسمي ريهام عبودي، انا بشجع الصفحه عن طريق جوزي، هو خس تبع الصفحه كان 150 دلوقتي بقى 107 في 9 شهور. ما شاء الله عبودي يا جماعه، عبودي عبودي ما شاء الله. يلا يا السلام عليكم، انا مامة عمر، انا ام عمر. عمر بدا 1/3/2018 51 كيلو مستمر، بس كل اللي بيشوفه يعني بيقول لي ايه اللي عمر حصل له كده مره واحده، ما عادش كرش، ما عادش ما عادش ما عادش. شكرا يا عمر يا جماعه، وربنا يبارك في الباشمهندس وفي اعضاء الصفحه. السلام عليكم، انا بادئه معاكم من مسابقه رشاقه سعاده وخسيت 9 كيلو. بدي بالي قد ايه؟ 3 شهور. السلام عليكم، بادئ معاكم بقالي شهرين وخسيت تقريبا 10 كيلو. يلا تسيفه، ودي نهاية الفقرة. لو حد عايز يصور تاني نهاية الفقرة بتاعت حلقة التعارف، حد يمسكنا طيب. نهاية حلقة التعارف ونكمل بقى بقية اللعب وبقية المنافسات، ماشي؟ وهنشوف بقى مين اللي هيكسب في الآخر ومين المجموعة ذات اللون المميز إن شاء الله. يلا سلام عليكم.